شعارنا اليوم بحر بلا بلاستيك. جينا قمنا بواحد المبادرة يعني دخلنا وحيدنا يعني الأزبال اللي كاينين في البحر وكاينين في أعماق يعني ديال البحر، وقمنا بواحد النظافة ولقينا يعني أزبال في البحر يعني من عدة أنواع، البلاستيك، الزجاج، الألمنيوم. يعني البلاستيك عنده واحد مدة طويلة عاد تتحلل، والزجاج هو كذلك والألمنيوم هو كذلك. يعني الا بقاو هادو في البحر دونك غادي تولي عندنا يعني اسماك يعني غتولي ملوثه، وتولي عندنا حتى البيئه عندنا هنايا في البحر ملوث. الصعوبات اللي كنلقاو يعني ما كعندناش صعوبات كبيره، ولكن الصعوبات اللي كنلقاو كنلقاو واحد صعوبات خطيره. يعني بحال دابا مثلا تقدر تكون غادي تعوم في البحر وكاينه واحد الشبكه مغلى لتحت، هذيك الشبكه الا قدرات الا شداتك مثلا في اللحم ديالك ولا شداتك في الشورت ديالك تقدر تؤدي الوفاة لا قدر الله. دونك هذاك الشبك عندنا هنايا في هذا ما بين سلا ورباط، يعني عندنا كميه كثيره في اعماق البحر. حنا عارفين بلايصهم وكنشوفوهم، يعني في كل مره كنجيو حنايا على اساس باش نغطسوا كنشوفوا هذاك الشبك وكنشوفوا يعني شي حدايد يعني لا في الاستطاعه ديالنا كنحيدوهم، وشي حاجه اللي ما قدرناش عليها راه كنخليوها هكاك حتى يجيو الناس المسؤولين هما يحيدوا. الرساله اللي كنبغي نوجه للمواطنين هي يحافظوا على البحر ديالهم. يعني كما قلنا الشعار بلا البحر بلا بلاستيك. الا جيتي للبحر وتبحرتي ما فيها باس تجيب معاك شي ساكادو صغير ودير فيه النفايات ديالك، ومنين تسالي راه تحطو في البوبيل. هذه حاجه سهله، راه كاينين الناس كيجيو كيتبحروا وكيخليوا هذاك الشيء تماك. الحشومه الانسان بنو بيئته، خاص الانسان يكون نظيف، يعني يكون نظيف في حياته وفيما مشى يخلي بلاصتو نقيه، باش الا جا واحد من موراه يقول لك السيد راه نقي، ماشي يقول السيد راه كما تنقولوا موسخ.